السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. فيديو اليوم بجاوب على أحد الأسئلة اللي وصلتني في DM Direct Message Instagram من أحد المهندسين المحترمين. وقتها للأسف كنت خارج المنزل، ولما دورت له على النت على جواب للسؤال ما لقيت ولا جواب دايركت يعالج المشكلة أو يعطيك طريقة بديلة للوصول للنتيجة المرغوبة. فشفت أنه من المفيد أني أشارك معاكم الإجابة عشان تستفيدوا لو بتشتغلوا على أشكال كيرفت أو منحنية في برنامج الريفت، أو لو صار واجهتكم المشكلة يكون تعرفوا تحلوها بسهولة. السؤال كان عن طريقة رسم الكيرفت كارتن وولز. لما تكون الكيرفز بكذا اتجاه بنفس الوقت تبغاها تكون متواصلة، يعني الجدار يكون متواصل بدون ما يكون في أي قسمات في المنتصف، وكيف أيضا ممكن نفتح فتحات على طول هذا الجدار. لو ما أنت متأكد أنك فهمت المشكلة بالضبط لا تقلق، بوريك قبل لا نبدأ في الحل المشكلة بالتحديد. وأيضا لو أنت تعرف كيف ممكن نرسمها بطريقة ثانية اكتب لنا الخطوات في التعليقات، لأنه أكيد في كل البرامج بيكون في كذا طريقة للوصول لنفس النتيجة، لكن حاليا أنا ما أعرف إلا هذه الطريقة. طولت عليكم في المقدمة، خلونا الآن ننتقل للرفت ونبدأ الدرس. خلونا قبل لا نبدأ بحل المشكلة زي ما قلنا نشوف بالضبط أصل المشكلة اللي بتكون معنا. الآن لما نضغط على الكيبورد WA أو أن نختار من الاركيتكتشر نختار وول، سواء اخترنا الوولز العادية نفسها نفس الكارتن وول كلها فيها نفس الإشكالية، بننتبه أنه عندنا من أشكال الرسم في واحدة من الأدوات اسمها SPLINE بنشوفها مع بعض في الفلورس لاب، لكن ما هي موجودة هنا، وهي اللي بتسمح لنا نرسم كيرف يكون بهذا الشكل. الآن لو نبغى نرسم كيرف مثلا اخترنا هذا أداة الرسم وجينا مثلا رسمنا هنا بهذا الشكل، هذا مثلا الكيرف الأول، ونبغى الكيرف الثاني يكون بهذا الشكل. الآن لو رحنا لل3D أو حتى الآن وإحنا موجودين في البلان بنشوف أنه هذا حائط وهذا حائط منفصلين، وحتى لو رحنا وحددنا على واحد منهم وحبينا نسوي جوينت وضغطنا جوينت وحبينا نسوي للثاني ما رح يقبل معنا. الآن لو شفنا أيضا في ال3D بنشوف أنه هذا حائط وهذا حائط، وحتى هنا في بينهم مولين. طبعا إحنا نعرف كيف نلغي المولين، نحدد عليها ونسوي أمبن ونسوي لها ديليت، بس لو نبغاها تكون سموث أكثر من كذا وإنها تكون كونتينيوس، ولم نبغى نسوي مثلا إديت ونرسم عليها فتحات، بيكون عندنا الآن خيار ثاني بنستخدمه، فبنشوف الحل مع بعض. فهذه المشكلة يعني باختصار. خلونا نشوف لو رحنا ورسمنا سلاب كيف ممكن يكون شكله. لو نبغى سلاب زي كذا نضغط على الفلور من هنا من الاركيتكتشر، شوفي هذه، شوفوا هذه الأداة اسمها SPLINE ما هي موجودة عندنا في الوولز. لما نجي مثلا للتوب ونبغى نرسم يكون عندنا حرية كاملة ان نرسم الكيرف ويكون متواصل مثلا بهذا الشكل، خلونا مثلا نقول كذا هذا صار الشكل، وعندنا هذه النقاط اللي ممكن نقلل منها او نزيد. مثلا عندنا هذا الكيرف بهذا الشكل، ولو نبغى نسكر الشكل مثلا نختار ترم أو نسحبها أو نجرها لها كذا. الآن حتى هذا الكيرف ممكن نعدل عليه، لكن هذه الأداة ما هي موجودة زي ما قلنا في الوول. الحين لما نضغط على علامة الصح بيكون عندنا هذا الكيرف. فالآن بنشوف الحل مع بعض. نحذف هذه، رسمت هذا الموديل بس موديل بسيط بحيث أنه يكون عندنا هذا الكيرف ونشوف كيف ممكن نرسمه. بنضطر أننا نستخدم أدوات الماس وأننا ما نستخدم الولز العادية، وبعدها نبغى نعرف كيف نحولها وتكون عندنا وول، وحتى لو كانت عندنا في جدول الكميات نقدر نحسبها. خلونا نشوف الطريق مع بعض. في البداية بنروح الأركيتكتر ومن كومبوننت نضغط على هذا السهم ونختار موديل إن بليس. بعدها من هذه الكاتيجوريز ننزل من الفاميليز ننزل نضغط على حرف الجي بحيث ان ننزلنا على طول على تحت للجينيريك مودلز ونضغط على اوكي. طبعا انت لو شفت دقيقة بس كانسل، لو ضغطنا مرة ثانية لو تبغاها وول من البداية ممكن تختارها وولز، بس ما رح نختارها وولز، نبغى نختارها جينيريك مودلز بحيث ان يكون عندنا كامل الحرية، وبعدها لو نبغى نحولها وولز ممكن نحولها. بنشوف الطريق، نضغط على اوكي. ممكن نسميها او ممكن نقبل مثلا هذا الديفولت نيم، ممكن نسميها كاستم وول او مثلا كاستم كارتن وول ونضغط على اوكي. الان لما ندخل بنلقى عندنا من كرييت عندنا هذه الفورمز، عندنا اكستروجن بلند وريفولف وسويب، وعند غيرنا من الاشكال سويب بلند احنا بنختار السويب، نضغط عليه.
بعدها عندنا بيكون عندنا اختيارين، اما ان نسوي سكتش للباث اللي نبغى نرسم عليه، او اننا نسوي بيك للباث. احنا بما ان عندنا الفلور او سلاب موجودة، ممكن نضغط على بيك ونختار انه هذا الباث اللي نبغى نمشي عليه. لما نختار الباث نضغط على علامة الصح. بعد ما خلصنا هذه الخطوة الاولى، اما ان بعدها بنرسم البروفايل. احنا عندنا هنا من البروفايلز، عندنا مجموعة من البروفايلز في الديفولت، ممكن نختار واحدة منها، نضغط على علامة الصح ونشوف كيف شكلها، رسم لنا هذا الشكل. طبعا مو هذا الشيء اللي نبغاه، فنبغى نتراجع مرة ثانية. البروفايل بنسوي edit للبروفايل، نختارها by sketch وبعدها نختار edit profile. الآن من الأسهل لنا أن نروح نرسمها من واحدة من الالفيشن، مثلا نروح للإس الالفيشن ونرسم الكارتن وول، بس نختار شكل الريكتانجل ونرسم هنا مثلا بهذا المكان، وبالضبط نخليها طول بالطول اللي احنا نحتاجه. نشوف كم كان صار ارتفاعها، مثلا هنا خليها 6 بهذا الشكل. طبعا هي بما انها كارتن وولز حتى ممكن تصير اصغر، ممكن تكون 0.4. ونسحبها للمنتصف، نحدد عليه، نضغط على التاب بحيث ان نحدد عليه كامل، ونسحبها للنص او لهذه النقطة في المنتصف. الآن خلصنا، نضغط على علامة الصح. الآن نروح نشوف شكلها في 3D، بنشوف أنها صارت الرسمة عندنا كاملة. لسه بنغير على الماتيريال وبنخليها جلاس. بعدها نضغط على الفينيش موديل. الآن الرسمة عندنا وصارت كيرف وصارت سموث بالضبط بالشكل اللي احنا نبغاه. لو نبغى نسوي لها edit ونغير الماتيريال، نضغط عليها، نضغط edit in place، بعدها نحدد عليها مرة ثانية. من البروبرتيز عندنا هنا الماتيريالز اند فينيشز، الماتيريالز نضغط على من هنا على هذه الثلاثة نقاط، مو من هنا، من هنا، وبعدها نختار واحدة من الماتيريالز، مثلا نكتب glass. بيكون عندنا مجموعة من الماتيريالز، ممكن نختار من هنا اي ماتيريال، بس ابغاها تبان معنا. نختار مثلا ونختار use in rendered appearance ونضغط على اوكي، فصارت عندنا بهذا الشكل. نضغط على علامة الصح، ممكن نغيرها للشيدد عشان نشوف شكلها، أو نغيرها الكونسيستنت كولر، فصار هذا شكلها. طبعا الحين هنا داخل الحوائط على بعض، بس احنا نقدر نروح لليفل 1 ونسحب هذه الحوائط للمكان اللي احنا نبغاه. يعني مثلا هذا الحائط نرجعه كذا على وراء لين يكون بالمكان الصح، ومن هنا هذا نفس الشيء نرجعه على هنا. وطبعا من البروفايل نقدر ندخل هذه على وراء بحيث انها تكون في النص بالضبط، ما تكون طالعة كذا على برا. نضغط على edit profile، بعدها نروح للelevation نحدد عليها، نضغط على edit sweep، نضغط على select profile edit، نحدد عليها. ممكن ايضا نتحرك من 3D بما انها مرسومة عندنا. الان بنشوف انها طالعة على برا، ممكن ندخلها على جوا، نضغط على الموف. احنا سوينا لها سلكت من هناك، نسحبها نخليها كذا او نخليها بالنص، يعني زي ما انت تحب. نضغط على علامة الصح، نضغط على علامة الصح مرة ثانية، فصارت عندنا بهذا الشكل، نضغط صح. الان الى الان هي تعتبر ماس، ما تعتبر كرتون وول. الحين ممكن نرجع نرجع هذا شوي على وراء عشان ما يكون داخل عليه. الان بنشوف لو نبغى نفتح فتحة على طول الجدار كيف بنسويها. بنسويها بطريقة جدا بسيطة، نروح لل3D، احنا عندنا اياه هنا، هي طبعا زي ما قلنا الى الان ماس، بنحدد عليها، نضغط على edit in place، وبعدها نروح لكرييت ونختار نبغى شكل void. طبعا بالنسبة للفويد اختار الشكل اللي انت تبغاه، بس لو نبغى نقص على شكله بالضبط نختار بالضبط void sweep، نحدد عليها. بعدها بنفس الخطوات بالضبط بنحدد الباث، ممكن نسوي له سكتش بس ما يحتاج، كذا كذا هو مرسوم عندنا، فنختار بك ونحدد على الباث. بعدها نضغط على علامة الصح ونسوي سلكت للبروفايل، نضغط على edit profile ونرسم شكل البروفايل اللي نبغاه. مرة ثانية نروح للإليفيشن، مثلا نرسم شكله من هنا، طبعا مو لازم يكون بالنص، نرسمه بالمكان اللي احنا نبغاه، مثلا شكل بهذا الشكل. تبغاها نخليها عادي عريضة، لو تبغاها تكون حافرة فيه تخليها أنحف، يعني ما تخليها مرة عريضة، لكن لو تبغاها يقصه كامل وتكون فتحة كاملة لازم تخليه عريضة بحيث أنه يخترقه كامل.
مثلا خلينا نشوف الطول كم. اوكي، بعدها نرفعها على فوق، نحدد عليها، نضغط على التاب، نضغط على الموف. طبعا مرة صغيرة، ممكن نطولها أكثر من كذا. العرض زي ما قلنا هنا ما يفرق، لأننا احنا نبغى يخترقوا لنا كامل. نضغط على MV للموف، ننزلها مثلا على تحت، يعني تكون شيء بهذا الشكل تقريبا. ممكن حتى نصغرها شوي، صارت طويلة مثلا كذا، شكلها مقبول. نضغط على علامة الصح، لأنه خلاص رسمنا البروفايل ورسمنا الباث في البداية. نضغط على علامة الصح ونروح نشوف شكلها في 3D. الحين زي ما احنا شايفين صارت مقصوصة منها. طبعا ممكن نصغرها بحيث ان نخلي فيه الأطراف ماشية في النص، ما تكون على طول هذا المكان. بس هذه بكل سهولة كيف انك تخترق او تفتح فتحات داخل هذا السويب. بعدها طبعا لما تخلص تضغط على فينش ويكون عندك بهذا الشكل. فهذه ببساطة طريقة رسمها ككيرف، وطريقة عمل اي فتحات فيها باي شكل انت تبغاه. الان بنشوف لو حبينا نسويها ككيرتن سيستم ما تكون كماس، كيف نسوي كذا؟ بنسويها كذا بجد بطريقة بسيطة. بس في البداية خلونا نحذف الفويد اللي احنا رسمناه، نحدد عليه، نضغط على ديليت ونضغط على علامة الصح، فكذا حذفناه. الان لو حبينا نحول هذا الحائط لي كيرتن سيستم، احنا ما راح نحوله، احنا بنحط على الفيس كيرتن سيستم. في طريقتين او من مكانين ممكن نسويها. ممكن نسويها من قائمة الاركتكتشر، نختار كيرتن سيستم، او من الماسنج والسايت، نختار من هنا موديل باي فيس، نختار كيرتن سيستم. بعدها في عندنا سيلكت ملتيبل، عاد نخليها نحدد على هذا الفيس ونختار بعدها كرييت سيستم، فحط لنا بالضبط الان جريد على كل هذه الفيس. الان لازم نعرف انه هو حط لنا اياها فوق الماس، يعني الماس موجوده لسه ورا. بنشوف ايضا الحين كيف نحط مولين على هذه الجريد، لان احنا لو حددناها بنشوف ان هذه ما هي مولين، مجرد انه رسم لنا جريد. نقدر نسوي المولين طبعا بكل سهوله بان نروح لقائمه اركتكتشر ونختار مولين. ممكن نرسم جريد لاين كل واحد على حده، كفيرتيكال كهوريزونتال، او نبغاها كسيجمنت يحط لنا اللاين كامل او يحط لنا بس جزء. لكن من الاسهل لو نبغى يسوي لنا اياه كامل نختار اول جريد لاين ونضغط عليها بس ضغطة واحدة، وكذا بكل سهولة سوالنا إياها. لو نبغى نغير التايب نحدد عليها، نضغط على التاب تاب تاب، نحدد عليها، بعدها نضغط في الماوس رايت كليك ونختار select all instance in entire project، حدد لنا إياها. من هنا عندنا الأشكال، عندنا مجموعة من الأشكال، اختار الشكل اللي أنت تبغاه. في درس كامل احنا تكلمنا فيه عن البوليونز وأشكالها والفرق بينها وكيف نغيرها، حطيت لك الرابط في الوصف، وأيضا ظاهر لك الدرس على الكارد في الشاشة اللي على اليمين. فمن هنا تقدر تحدد أي نوع أنت تبغاه وتغير فيها. الآن حتى لو تبغى تحرك مثلا أو تغير المسافات بين هذه الجريد أو هذه المولينز، طبعا بسهولة الآن صارت كأنها كيرتن سيستم، نحدد عليها كاملة، نضغط على edit type ومن هنا تغير. عندك جريد 1 جريد 2 والمولينز أنواعها أيضا ممكن تختارها من هنا. بس اليوم أنا ما رح أعيد نفسي ونكرر نفس الدروس، طبعا إحنا تعلمنا كل هذه الأشياء في دروس سابقة، وعشان الناس اللي تفرجت الفيديوهات ما أطفشهم وما يصير هذا الفيديو طويل، حطيت لك رابط السلسلة كاملة في الوصف، وظاهر لك أيضا سلسلة الدروس كاملة في الكارد على الشاشة على اليمين. لو تحب تتعلم أكثر بتتعلم كل الأساسيات وكيف ممكن تغير منها. الآن في تب بسيطة بس حابة أقول لكم عليها، أنك ممكن تحركها بيدك. مثلا الآن لو أنت تبغى تحرك مثلا هذا الجريد كامل، اللاين كامل، تبغى تحركه لهنا، بتحدد عليه، طبعا هو ما رح يكون سيستم، بس تحدد عليه وبعدها تسوي امبن، بعدها بالموف نضغط على MV على الكيبورد وتسحب اللاين كامل على هنا مثلا بهذا الشكل. مثلا تجي مرة ثانية نشوف، نحدد عليها دائما فريفت، نضغط على التاب يسهل لنا التحديد، تختار الجريد لاين، اما نضغط على UP على الكيبورد او نختار على هذا البن، تسوي له انبن، او نختارها من هنا بن وانبن،
ونحركها مثلا بهذا الشكل كذا. لو تبغى انت تسوي تصميم معين بس ما يكون ماشي على سيستم او جريد يعني مثلا بالنظر بس يعني ما هو مره متوقع انه حل مناسب، بس يعني قلت اقول لك على هذه الطريقه. الان ايضا ممكن لو نبغى نضيف دور على هذه الكارتن سيستم، طبعا نقدر نضيف دور بكل سهوله وتعلمنا هذا الشيء في الفيديوهات نفس السلسله، حطيت لك هذا الدرس. في البدايه بنجهز المكان اللي نبغى نحط فيه الدور، نتراجع نرجع بس المولينز مكانها زي ما كانت، والجريد مثلا نبغى نحطه هنا نحدد عليها بس ونحذفها من هنا، بعدها نحدد على الثانيه نحذفها، نجهز بس مكان الول. بعدها بنجي للجريد نختار هذا الاختيار Add Remove Segment، نختار الأولى ونفس الشيء الثانية نحدد عليها، بعدها Remove نحدد عليها، من هنا باقي آخر واحدة من تحت نشيل بس المولين نحدد عليها بالتاب ونحذفها. الآن لو حددنا على البانل كاملة بنشوف بس كم ارتفاعها، بيكون ارتفاعها مقبول ان نحط فيها دور. الآن نبغى نسوي Insert للول، نفتحها في البداية نضغط على File Open، نفتح هذا الدور، بعدها نختار Load into Project، صار موجود عندنا في المشروع. نرجع بس لل3D نحدد على هذه البانل مرة ثانية، بعدها من هنا ننزل من Properties ونختار هذا الول اللي هو هذا الدور عفوا، نختار فكذا بكل سهولة قدرنا نضيف الدور على هذا الكيرف كيرتن سيستم. زي ما قلت لكم الآن إحنا حطينا الكيرتن سيستم لأنه باي فيس على نفس الماس، يعني لو رحنا شفنا مثلا حتى في الليفل 1 وحددنا عليها بيشوف لسه أنه إحنا عندنا الجينيريك موديل موجود وقدامه موجود الكيرتن سيستم. خلونا نحذف الكيرتن سيستم، نحدد عليه كامل، نسوي له ديليت، إحنا حددنا عليه كامل، نشوف في 3D حددنا عليه، نضغط على ديليت، في الحين حذفنا. احنا لسه عندنا الان احنا الجينيريك موديل ممكن نسوي له اديت ونغيرها نخليها كارتن سيستم بكل سهوله. نسوي الخطوات، نضغط على اديت ان بليس، نحدد عليها، بعدها نجي من فوق من البروبرتيز، من هنا عندنا هذا الاختيار اسمه فاميلي كاتيجوري اند بارامترز، نضغط عليه، بعدها نضغط على دبليو ينزلنا لي الوول ونضغط على اوكي، بعدها نضغط على علامه الصح فصار عندنا هذا وول. والآن لو ممكن نجي نقدر نشتغل عليه ويعتبر كول، وأيضا لما نسوي جدول الكميات بيكون يحسب لنا هذا كول. ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه وتحب تشوف فيديوهات مشابهة في المستقبل اشاركني بالضغط على زر اللايك، ولو تحب تتعلم أكثر عن التصميم وبرامج التصميم اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة، ينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. لو عندك أي استفسار سؤال أو اقتراح لا تتردد بمشاركته في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. ولو بتسمعني لهذه اللحظة أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.